السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. اول شيء كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، ولا تقبل منه منكم صالح الاعمال يا رب. قطعتي كانت لها بعض الاسباب، منها ان كنت برتاح شويه من اليوتيوب من التصوير، وبرضو بعد ما رجعت وارتحت وكل شيء دي تصور والتصوير طلع كله خربان لان برنامج المايك تحدث وخرب لي التسجيل، صار ما يلقط لي في الاو بي اس، وقعدت ساعه كامله اصور وما طلع شيء. ولعل اخيره سبحان الله، لاني الحين قاعد اصور لعبه انزون اللي صورتها وخرب التسجيل. فاللي صار انه قررت اني ابني مدينه جديده، لان المقطع الثالث كان مأساة صراحه، جبتهم العيد في المدينه، فقررت اني ابني مدينه جديده بالكامل وراح اوريكم اياها الان. طيب خلوني اوريكم المدينه الجديده من بعيد. عندي مويه من جنبي هنا، الباص حقي وينه؟ هذا الباص حقي، وهذه المدينه عموما. خليت المنطقه الصناعيه بهذا المكان، وهذا مكان حق الابحاث، وهذا المقبره. وطبعا انا وقفت بالضبط نفس المكان اللي وقفت عند المقطع الثاني، تعلمت الابراج وقاعد ابنيهم الان. بنيت واحد وقاعد ابني الثاني والثالث، وين حطيته؟ هنا، بيبنوا لي بعد شوي. ولكن عدلت بالترتيب شوي، تعلمت من اخطائي السابقه، زودت عدد الناس، كان عندي قليلين الناس فزودت عدد الناس. فالمنطقه هذه كان هذه كلها بيوت، كلها شيلترز، وهنا هنا الشيلترز وهذه البيوت. حطيت لهم، طبعا انا ما كنت حاط لهم اشياء ترفيهيه، ما كنت مهتم للناس وسعادتهم، فحطيت لهم مكان حق حرام يعني. حطيت لهم مكان حق الندوه ومنتديات يعني يجتمعون فيها، حطيت لهم يعني زي مكان مشب يقعدون فيه غير الباص طبعا. هذا مكان الاكل والشرب، خليت الاكل هذا جنب مكان الاكل والشرب، الاكل والشرب كلهم مكان واحد، حتى مكان الصيد هنا حطيته جنبهم. والمستشفى هنا، حطيت برضو المدرسه جنب هذا المكان الحرام. وزعت ابراج الدفاع بشكل كويس انها تكون حوالين المدينه. تعلمت شيئين في التعلم، ريسيرش اند ديفلوبمنت، تعلمت الدفاع وتعلمت الالكترونيات. الان قاعد احاول اجمع ثلاث حبات، طبعا هذه مقبره هنا، وهذا حق الخشب، وحق الاكل، او حق الاكل صح؟ لا، حق الهربل، حق الاعشاب عشان الادويه. فهنا كلها ريسايكلرز، وفيه المصانع هنا، الورك شوب اللي هو حق العده تولز والاشياء. المهم انا ليش ابغى اجمع ثلاث حبات؟ الحين عندي حبه وبعد اجمع حبات زياده، ليه؟ علشان ابغى اتعلم الريفاينري. وين الريفاينري؟ اين انت يا ريفاينري؟ اي هذه الريفاينري. الريفاينري يحتاج ثلاث حبات نولج عشان اتعلمها، فراح انتظر، ما راح اتعلم شيء الا لان الريفاينري بتفيدني بايش؟ انها توزع لي الموارد، البلاستيك الحال، القماش الحال، والحديد الحال، والالكترونيات الحال، فاستفيد مره منها بدل ما احط ريسايكلرز هذولي واقدر يعني زي ما تقولون اني احط اكثر من نوع، كل ما احتاج نوع اقدر احط، سوى لي بلاستيك، سوى لي الكترونيك، سوى لي حديد، سوى لي زي كذا قماش. فالحين قاعدين نبني الدفاعات، ابراج الدفاعات. حطيت اثنين جيتي، ما ادري هل يفرق انه يعني يجمعون لي مويه اكثر. جهم وباء. حطيت اثنين جتي، انا ابغى اجمع مويات اكثر، بس ما ادري هل الجتي اللي يجمع لي مويه اكثر ولا التانك اللي يجمع لي مويه اكثر. المهم اذا ما جمع لي، اذا احتجت مويه كثير راح ابني لي هنا جتي ثاني، او راح ابني لي تانك ثاني هنا يشمل لي الجتي الثاني هذا. وبس حاليا وضعنا يعني كويس. انا ابغى ازود الناس، ابغى اوصل لتقريبا 100 من الناس. المستشفيات اعطونا علاجات يا جماعه، عالجوا العالم. العالم جاها وباء. التعلم مره بطيء، مره بطيء. النولج يا الله يلف لفه كامله، يلا عجلوا علينا. طيب حتى البيس هذا يتطور، بس ما ادري وين فيه يتطور. شوفوا عشان يتطور اتوقع احتاج اجمع بلاستيك
اي بس بلاستيك الحين يحتاج بلاستيك ويتطور الـ هذا التاون تاون بيس. يلا باقي شويه بلاستيك شوفوا الله طورنا الباص حقنا تطور تمام ممتاز ممتاز. انا الحين وضعي طبعا في الموارد مره سيء، الحديد ما عندي، مع ان عندي ريسايكلر واحده احتاج ابني اكثر من ريسايكلر، وانا ما ابغى ابني ريسايكلرز كثيره، انا ابغى بس ابني ريفاينري اللي يطلع لي كل الاشياء هذه، وما عاد بقالي الا نولج حبه بس، ما ابغى اصرف يعني اتعلم اشياء او ابني اشياء وانا بتعلم شيء جديد الحين. الحين احتاج اصنع ماسكات، الماسكات عندي صفر تماما، حتى الملابس صفر لو تشوفون، مع اني قاعد اصنع ملابس بس ماني ملحق، مره ماني ملحق، لان الملابس تحتاج تحتاج بلاستيك وفحم وقماش، الماسكات تحتاج قماش وفحم بس بدون بلاستيك. قل هذا ايش؟ هذا سكراب بايل صح؟ وشو ذا؟ الا سكراب مفروض، ولا وشو؟ اكل اكل ميت غزال الظاهر مدري ايش. تمام تمام بنينا حق الدفاعات، خلنا نوظف فيها ناس، اشتغل انت هنا، انت فيها واحد اوريدي. الدفاع الثالث لسه ما انبنى، السكراب بايل تمام، المكان اللي هو قاعد يجمع منه وضعه كويس ما خلص. انا تقريبا نظفت المكان هذا، هذا كان مليان سكراب، هنا كان مليان سكراب نظفته. طيب خلنا نبني المنجم، انا ما بنيت المنجم حقي باقي، بس اقرب جبل وين؟ المنجم لازم يكون في جبل، ما ينبني بدون جبل. هذا اقرب جبل عندي اللي هنا، هذا الجبل اللي هنا، فخلني احط المنجم زي كذا عشان يبنون لي على الجبل هذا. والله بعيد شوي عن المدينة، بس شو اسوي؟ ما في جبال، مدينتي ما فيها جبال. في جبل ثاني هنا بس برضو بعيد، مو والله مو مرة بعيد تدرون، حتى هذا مش مرة بعيد. ايش اسوي؟ اخليه ولا احطه تحت؟ خله يا رجال، خليني اتوسع على جنب احسن من اتوسع على تحت. طيب الناس سعيدين ومبسوطين تمام، ومحافظ على مستوى يعني 70 انسان، هذا شيء مره كويس. بعد شويه راح ابني بيوت اكثر عشان اذا ابغى ناس اكثر، الحين باقي لي بس نص النولج واتعلم الريفاينري. طيب الحين هو حق الاسلحه يقول لي يحتاج سلفر اللي هو كبريت ويحتاج حديد، الكبريت راح نطلعه من المنجم اللي بنيناه هنا، اللي باقي يحتاج سكراب ومتل عشان ينبني. طيب انتوا ايش تبغون؟ ايش عندكم مهمات؟ ابني لي اصنع لي ماسكات؟ طيب انا قاعد اصنع ماسكات اصلا يعني. شكرا لكم. طيب عندي مهمتين، المهمة اني اصنع ماسكات هذه ماشية تمام، وعندي مهمة اني اصنع علاجات وبرضو ماشية تمام. يقول يصنع ابني مستشفى وعين ميدك اللي هو معالجين، وقاعد اصنع. يلا اذا صنعت راح يعطيني علاجات زيادة، والماسكات اذا صنعت ماسكات راح يعطيني ماسكات زيادة. الدفاع تقريبا غطيت المكان كامل، هنا يغطي المدينة مع المصانع، هذا يغطي المكان هذا كامل، وهذا يغطي المكان حق الأكل وحق باقي المباني. بس ما عندي أسلحة لأني أحتاج أبني المنجم عشان أطلع لهم كبريت من المنجم. يلا باقي شوية متل وأقدر أصنع المنجم أو أبني المنجم. تمام يقول خلصنا المهمة. أي واحدة أتوقع حقت الماسكات، أي حقت الماسكات. العلاجات بطيئة مرة. مع أني عالجت الناس من الوباء اللي انتشر، بس العلاجات مره بطيئه. طبعا بعضكم في التعليقات قال لي انه ليش انت تروح للمكان وتعين الناس؟ الصراحه كلامهم صحيح، انا يعني الناس موجودين كلهم هنا والاشياء هذه كلها موجوده هنا، بس كنت ملخبط يعني احس ان اشياء كثيره لكنه مرتبه يعني. هذا الستلرز اللي هم الناس اللي عايشين عندي، واقدر احطهم بنايين او اعينهم مثلا بنايين، وهنا المويه اي شيء له علاقه بالمويه موجود هنا، وهنا الاكل
اي شيء له علاقه بالاكل موجود هنا، اقدر اعين واشيل. الريسورسز نفس الكلام هنا، اللي هو الموارد، والكوميونتي اللي هو المجتمع، واللوجيستكس اللي هو التوصيل وما توصيل دي الاشياء، كل شيء موجود هنا. اقدر اعين اللي ميليشيا بعد اللي هم الجنود، فكل شيء موجود هنا. لما بنيت مدينتي الثانيه صرت اعين من هنا، صار يعني نوعا ما اسهل، او صرت اتعلم من هنا، مش اني مره اتقنت المكان اللي هنا، صار يعني اسهل شوي علي. ما عندي مدرسين، خلني اعين تيتشرز، ولا عندي ماكسيمم. لا والله ما في مدرسين. طيب ليش ما اقدر اعين مدرسين؟ اوكي، لان انا هنا في ناقصني واحد، ولا اقدر اعينه في مكان. اوكي الحين اقدر اعينه. طيب بحط مدرس واحد، بخليه بناي. تعلمت شيء؟ يس، الحين بتعلم الريفاينري. تعال يا ريفاينري، ارجوك انقذني، انقذني من مأساتي اللي انا فيها الحين. يحتاج خشب وسكراب وحديد، كلكم اصنعوا حديد. الله يخليكم، ابغى هذا ينبني باسرع وقت. السكراب واصل حده، خلني ازود سكراب، والخشب برضو واصل حده، خلني ازيد الخشب. يسيب، يخرعني يا اخي لما يوقف ويسيب. خلني ازود البرودكشن ليميت، اللي هو الصناعه او الحد حق الانتاج. مكان الاسلحه خلنا نعين لكم اياها من هنا، نروح عند الميليشيا او هذه. لا وينه ريسورسز؟ هو يعني اني الحين يوم جيت بسوي حركات الاسلحه وكذا ما لقيت هنا. وينه امينيشن فاكتوري؟ وينه مصنع الاسلحه؟ خلاص احطه من هنا. والله مش موجود، شوفوا ها، في ميليشيا بس. دي كونتامينيتر، في دي كونتامينيتر حق الاشعه، يبغالي اتعلم هذه الاشياء. طيب وضعي في صحة الناس كويسة؟ الناس قاموا يقلون، بس عندي أطفال كويسين راح يكبرون ويصيرون خلنا نقول بالغين. أزود شيلترز، أزود بيوت عشان أجيب ناس أكثر. ودي أزود شيلتر، بزود اثنين. أروح للهاوزينج، مش شيلتر، قصدي كابن، ليش أسميها شيلتر هذه؟ كابن، لفها. حط هنا كابن وهنا كابن عشان ازود الناس. انا بوصل الناس يعني قريب المية، مش عند الخمسين، ما عليه. هذولي بيهاجموني اذا اعطيتهم اكل، اقدر اخليهم ما يهاجموني. مشكلة ان ما عندي اسلحة، واذا هاجموني راح يكسرون لي البيوت. طيب كم اعطيكم موية؟ 800 مويه و 1200 اكل. خلاص خذوا. بس لانه لو بيهاجموني بيكسرون البيوت ويمكن يقتلون الناس، ما ابغى يسوون لي اذى، وانا ماني جاهز، لانه ما صنعت المنجم ما فيه. دقيقه، ريسايكلر، وين ريسايكلر؟ لا مش ريسايكلر، مات واحد بعد. اوكي، ريسورسز، ريفاينر، حط اثنين زيادة هنا عشان يشتغلون عند هذه. اوكي، انا كله اسميهم، هم ريسايكلر هنا وهنا ريفا. شفت انه يدوخ، شفت انه معي حق اني اعينهم من اماكنهم. طيب بنيتوا المنجم، بنوا المنجم، خلنا نعين فيه واحد عشان يطلع لنا كبريت من المنجم. اقدر اعين اكثر من واحد؟ والله اقدر اعين اكثر من واحد، خلي اثنين يشتغلون يجيبوا لنا كبريت. نشف المويه، جاء وقت النشفان. يلا يا جماعة أعطوني حديد، عصبة رملية. أعطونا حديد، خلونا نصنع الريفاينري. والله وضعي صار سيء الحين من ناحية الناس البالغين، ما عندي. عندي بس 54، 17 طفل، ابغاهم يكبرون عشان اقدر استفيد منهم. وهذا الحين شوفوا كم بيقعد عشان يصنعون لي ذي الريفاينري. يا الله بتطول.
ولا 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 والله العالم قاعدين يموتون عندي، وصلنا 50 50 مرة قليل، يلا كبروا يا 21 وصلوا هنا. تعالوا هنا أقدر أشيلكم وأحطكم. طيب خلني أصنع هنا جنب جنب الصياد، أصنع محل حق أو زي ما تقولون زريبة حق تجميع الحيوانات، نجمع فيها الحيوانات هنا. يبغوني أصنع ميتال تولز. أنا إيش قاعد أصنع في الوركشوب؟ أوكي سكراب تولز، خلنا أصنع ميتال تولز. يلا باقي شوي على الريفاينري بس. كيف ماشي المنجم؟ ماشي تمام، قاعد يصنع لنا كبريت اوكي، يعني الأسلحة شغالة تمام برضو، انتج أسلحة بشكل كويس. الحين اي حد يهجم علي ما بفوضى، ما بدفع له شيء، بحارب على طول. عشان اخليهم يجمعونهم في الحوش، ما اقول هانت، اقول حق هذا الهانتنج ليدج اقول له كابتشر، فعشان يصيدهم يحط لي اياهم هنا، وهنا اختار نوع الحيوانات، ما اقدر اختار نوع الحيوانات اوكي، بس اخلي هو يسوي كابتشر، هو يصيد ويحط لي اياهم هنا. مثلا ناقصه واحد اتوقع، هذه خلاص تعلمتها، تعلمت الريفاينري ممتاز. ايش بسوي على طول؟ داري بهدمهم. تهديم بشكل كامل، ما احتاجهم. واروح للريسورسز ريفاينري. الله بالضبط بالضبط، جايه هنا بالضبط. شوف ايش كبروها، يلا ابنوا لي اياها الان الان الان، ابنوا لي اياها الان، ابغاها تنبني. طيب معناها احتاج برضو وركشوب ثانيه. الله الله الله، عندي كثير ماني معينهم شيء، لاني انسى اعينهم، المفروض انهم يعينون لي اياهم بلدرز من اساسهم، يعني من نفسهم، ما احتاج انا اعينهم بلدرز. طيب بعد ما بنينا الريفاينري، خلنا نشوف الحين كيف وضع الـ الـ الموارد عندنا، كيف تطلع كذا بسرعه. خلنا نشوف الوركشوب بحتاج اكثرها، او يمكن في، ما ادري اذا في وركشوب اكبر من هذه. ابجريد التايلر شوب، اوكي هذه برضو احتاجها، اني اطور التايلر شوب الخياط الى شيء اقوى، وابجريد الوركشوب. هذول الشيئين راح اتعلمهم الان المره الجايه. خلينا نشوف النولج وين مكانهم. هذول هم ابجريد وركشوب يحتاج حبتين، وابجريد التايلر شوب يحتاج حبتين. بطيء التعلم، مره بطيء، ولا اعرف كيف اروح من ليفل 0 الى ليفل 1. يعني جمعت ثلاثه قبل شوي، ما وصلت ليفل 1، كيف افك ليفل 1؟ بشوف بعدين في النت كيف افك الليفل الثاني. بنوا لي اياها الريفاينري اللي ابغى اتعلمها من زمان، حتى من مدينتي السابقه انا ابغى اتعلمها، شيء مره ممتاز. خلنا اعين فيها ناس، بعين فيها واجد والله. خلنا اشيل من هنا، خلني احط هنا ناس كثير، خلنا نقول 10 10 يكفي. اندرستود. يقول لي اصنع ميتال تولز، هذه قاعد اصنعها الميتال تولز. في شيء ثاني؟ اصنع لام. اوكي ماسكات، انا قاعد اصنع ماسكات اصلا، فمع الوقت راح ليش ما ابني لي خياط ثاني وورك شوب ثاني؟ ايش رايكم؟ خياط ثاني في وجه الخياط، و وركشوب ثاني في وجه الوركشوب، كلهم وجها لوجه يعني. وخليهم يصنعون لي كثير ماسكات، يصنعون لي كثير شو اسمه. شوفوا 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 كيف، شوفوا كيف الموارد. شوفوا كيف تنكب علي كب، الكترونيات، بلاستيك، حديد، خشب. خلنا نزود الكباسيتي والسعة التخزينية. كبر يا حبيبي. جمع زي ما تبغى، جمع زي ما تبغى. هات ياخذ سكراب ويحوله الى اللي هو قماش، حديد، وبلاستيك، والكترونيات. ما احتاج احط اي ريسايكلر دي الصغار واقول لهم جيبوا لي حديد، جيبوا لي بلاستيك، هاي يجيب لي كل شيء. يا سلام، والله كبيره الريفاينري، ما توقعتها بهالكبر، بس اوكي ممتاز، مره ممتاز. وصلنا 82 بالغ.
خلنا نزود شوية هنا في البنايين، قلل البيوت ولا خليها؟ إيش رأيكم؟ خلنا نشوف البيوت. هذول كلهم سعيدين ما عدا الشيلتر هذي زعلانين، يمكن عشانهم قريبين من المصانع، ما أدري، يمكن عشان لمهم يعني جزء من المصانع. أغير مكانهم إلى هنا ولا أحط هنا شيلتر؟ خلني أغير مكانهم، أنا أحس إنهم زعلانين عشانهم قريبين من المصانع. خلني أهدى وأبني لي شيلتر ثاني. هاوزينج شيلتر خليه هنا. في هنا عين لي واحد، سوي لي ماسكات هنا، عين لي واحد. خلنا ننقص من هنا ونروح للوركشوب. ريسورسز وين الوركشوب؟ شفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ تكنيشن الوركشوب مسمينه تكنيشن، حطنا تكنيشن اصنع لنا ميتال تولز. الموارد الحين ماشية بشكل مرة ممتاز. أوظف زيادة، خلني بحطهم 16، بحطهم 16 كاملين. خلهم يطلعون كل الموارد، شوفوا شوفوا كيف تلف تلف تلف. حسب الناس اللي يشتغلون فيها الظاهر، أو أكيد يعني حسب الناس اللي يشتغلون فيها. لسه باقي لي نقطة، اتوقع هنا كفايه اني اوقف. يعني تعلمت الريفاينري، الشيء اللي كنت مره يعني يهمني اتعلمه، وزودت عدد الناس، وضعي في الاكل كويس، وضعي في الشرب مو مره. ودي ابني لي، دقيقه قبل ما انهي المقطع خلني ابني لي ووتر تاور هنا. ما ادري أبعد شوي عن التاور الثاني ولا خليهم جنب بعض. بعدها شوي. أنا ببني وبشوف في النتيجة إذا سويت شيء صح ولا لا، تمام؟ وإذا ما زاد الموية معناها أنا سويت شيء غلط. خلينا نشوف الخريطة المائية. هلا خلينا نبني لنا برضو شو اسمه بير جنب التاور. وصلنا 92، ممتاز ممتاز. الناس اللي عندي كويسين، عددهم كويس. خلنا بنا لي تاور، خليني ازود فيه 5 موظفين. ان شاء الله ان اللي سويته صح، نقول ان شاء الله راح يبان اذا زاد عدد المويه عندي، راح يبان ان انا سويت شيء صح. وبرضه راح ابحث في النت وانتم علموني في التعليقات اذا سويت شيء صح. ترى اقدر في الاخير اقدر اهده، يعني شيء مره سهل اني اهده واخليه يعني واحد تانك واحد او تور واحد. انا دائما احب ايش؟ اذا جيت مكان زي كذا اشيل الخشب اللي حواليه، عرفتوا؟ يصير شكله نظيف. خلنا نشيل الخشب اللي هنا. اذا هذول حقين التاسكات لازم اشيل البنايين عشان يسوون المهمه هذه. تمام، الحين نظفت الشجر اللي موجود في المكان، نظفت الشجر اللي موجود في المكان. احب المكان يكون نظيف واضح بالنسبه لي ينشاف. هذول يبغون يهاجموني، لا ما راح هاجموني. تعالوا خلنا نشوف ننهي بهجوم. وينكم جاي من تحت؟ هذول هم. يلا يلا يا ديفنس حقي، لا هدموا البير، هذه ما فيها ديفنس. لا يلا قاتلوهم قاتلوهم. بيولوسز وال، والله دمجوني وسرقوا مني. لو ما اعطيهم احسن لي. لو ما اعطيهم احسن لي. وال يلا صلح صلح بس. والله ريفاينري مسوي شغل، والله مسوي شغل. شوفوا الموارد اللي عندي كيف قاعد اطلعها بكل يعني سهوله، ولا احتاج اني ابدل بين الريسايكلرز اللي كانت صغيره اللي عندي. شيء مره ممتاز. عندي شيء اتعلمه زياده، ما ادري كيف هذه، ما ادري كيف افتحها، بتعلمها المقطع الجاي او انتم علموني كيف اطلعها. فاتوقع الى هنا يكفي حق مقطع اليوم. سويت اشياء مره كثير، وبرضه شوفوا الووتر تانك
نفعني في المويه، وصلت فوق 8000، ما عمري شفتها لا في المدينه الماضيه ولا المدينه الحاليه، 8000 وشيء مويه، شيء مره مرتفع يعتبر، فنفعتني. التانك الثاني معناها ان التور الثاني معناتها ان له فائده. طيب وبس يا شباب، كان مقطعنا اليوم، اتمنى يكون عجبكم. هذه كانت لعبه انزون، وصلت فيها مكان مره متقدم. طبعا اللعبه هي ما لها نهايه، اللعبه يعني بس تكمل وتكمل 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 وتكمل. ما ادري كم راح اعطيها مقطع زياده، يمكن مقطعين بالكثير، لان يعني نوصل خلينا نقول المدينه تصير كبيره مره، لان اللعبه ما لها نهايه، ما تنتهي. يعني ما اجي نقطه تقولون ان مثلا اوكي فزت في اللعبه وخلصتها وانت ساعدت الناس انهم ينجون، لا ما في هذا الشيء. فبنشوف ايش يصير قدام. اتمنى يكون عجبكم هذا المقطع، واتمنى تكون استمتعتوا بالمشاهده زي ما انا استمتعت باللعب. نشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. سلام.